صباح الخير سناب شاش، كيفكم؟ شو اخباركم اليوم؟ اخر يوم بالسعوديه، راجعين على الامارات. زعلانه شوي، بنفس الوقت كمان مبسوطه اني راجعه على البيت، بس كمان زعلانه اني ما رح ضل. رح اشتاق لهذا الفيو لكم ما شاء الله. المهم كانت هيك رحله حلوه، ذكرى حلوه، انه اول رمضان اللي انا وغيث مع بعض قضينا، عملنا عمره وقضينا كمان اول يوم بالسعودية. بس صار لازم نرجع. سو تذكري وقت قلت لكم بدي دوكر لرمضان وبدي اعمل تجهيزات؟ انا راجعة مشان اعمل هالاشياء، طبعا لاني مسافرة فما قدرت لا اعمل ديكور ولا جهز ولا اعمل شيء، بس الديكور كله موجود. يعني انا طالبة كل شيء، الكل شيء بالبيت، بس انا ما جهزت شيء لانه كنت بدي شاركة معكم عن هيك وعدتكم. فبدي ارجع، بدي اجهز، اعمل الزينه، الزينه الرمضانيه، وكمان بدي اعمل شويه شوبينج للبيت لانه ما في غير بيت. وشو اليوم رح نفطر بالبيت؟ اليوم رح نفطر بالمطار. اوه هننزل يكون قبل ما نخلص. هنفطر بالمطار، اوكي. اليوم اليوم الاخير وعلمكم طريقه صب القهوه. اول شيء ناخذ كاسة ترمس نعبيها هيك صب حتى بالمخفي اكيد شالينه. يعني لا زعلان، انا بعرف انه شالوها، مش عم بسأل. اللهم اني صائم، لا تخليني افطر تافه. انا اروق شخص وقت تكون صايمه. هذا شو صايم ليك؟ ريلاكس، نحن صايمين. اوكي. الى الوداع، الى الوداع. شو بيقولوا؟ الوداع والى اللقاء. مكس هاي. الى الوداع. اللي حدا حيحكي النكتة هذيك والله بزعل. شو؟ الى الوداع. الى الوداع قلت له. المهم هلا طالعين على المطار ان شاء الله، خلاص بنوصل لدبي تقريبا 7:30 يمكن او 8 بتوقيت الامارات. فا يس، هاي اول مرة لنا في جدة وكانت جميلة. كانت رحلة موفقة الحمد لله. شو رأيك؟ It's so fun. طبعا هدول بخبركم عنهم بعدين، هدول شو قصتهم. What the hell babe, no stop. Stop it. غيث. You can't tell them about it. نشيط هو أكثر بني آدم مش نشيط. نشيط محطوط على البطيء. انت جاي هلا تستكشف ليق. حط شنطتك معانا وروح انت مشي. شنطتك حلوه. عجود الحمد لله حسن. انت روح على البطيء. لا يا زلمه، وين نروح؟ عم استناك مسكين. طالب السياره مسكين من امتى؟ والله من شي نص ساعه و40 دقيقه. لا برو بتاع. مستحيل. لا بتساع. شارت انه بتساع. على كم؟ ما مستحيل. شارت؟ يس. نحط شناتي قدام وتقعد معي. لازم يشارطني يعني؟ قل لي لا ما بشارط وخلص، هلا بدي انزل واقعد استكشف. الليلة حطينا الشنطة قدام مثل ما قال. نحط الشنطة قدام واحنا نقعد ثلاثة برا. صح. ها؟ أنا فزت بالشرط. جيب فلوس. معلش استيعابه بطيء. فكرها هاي فايف. والله؟ والله بس انا سالتك في الجروب ما رديت. انت كلمتني في الجروب؟ يب. وانا ما رديت؟ ما رديت. عادي شيء طبيعي. بس خمس دقائق ما هذا صحيح. طب بدك مساعدة؟ والله امانة. والله. اساعدك بشيء بسيط طيب. امانة شباب والله عنكم. بسم الله. ثواني اقرب. انت بس لبكتهم. لا والله لا. يلا بسم الله الحمد لله شكرا. يلا ليتس جو. شفت انه من ساعة كوعك نص عيني غير. والله وسعنا. اوكي سو نحن بالمطار من تقريبا شي ساعة، بلشنا نمسخها جايين بكير يعني، بس كالعادة رح نوصل متأخر على البوردنج. يعني ما بعرف كيف
اوكي لقيت كثير بعيد ونحن اخذنا وقت زياده عن اللزوم. جبنا معنا شويه شيبسات مشان اذا اذن بال يعني عم اقلع نقدر ناكل شيء. دبي 23 821 شكرا بيب. او ماي جاد حصلك في الجيم انت عم ترجع لورا انت. طب انا احنا واقفين انت ليه عم تمشي؟ What are you doing؟ احنا واقفين لانه عم انا هلا خبا اذا رجعت هذا صار لازم تكمل ليك العالم عم يصوروك في حدا عم يصورك عن جد بيم دوتك ستوب ستوب وقفه مصيبه. او ماي جودنس احنا الوقفه عنا. انا اصلا ما بمشي خطوتين اسامه بس واقفين. يا في عصافير يلا بوردينج امامي فاينل كول حبيبتي يلا. هلا انا جربت هذا الشعور انه امشي هون بس حبيبي وافي وافي مو تعبي صح؟ قبل شوي جربته والله تعبت. المرة مصدومة فيكي. تعالي تعالي يلا قربنا على الطيارة. فكرنا الطيارة قريبة عم طلع الطيارة كثير بعيدة فقاعدين عم نمشي مش عم نمشي عم نركض وعم نركض بغباء. ما حكي شيء مهم. ها؟ ليه؟ هذا ما نترك أمساعتنا بدون مراقبة. الحمام مسافر وانتو لا. استغفر الله العظيم. يلا البوردينج حمامة. يلا. رح نفطر بالطيارة. رح يكون فطورنا بالطيارة لأن حنوصل بعد ما يأذن بشي ساعة تقريبا. فجبنا معنا تمر. جبنا معنا كمان شغلة تانية واللي هي شيبسات. ايه طبعا تمرة حياتي. غزة رمضان ايه. جبنا معنا كمان شيبسات عشان يعني عشان نفطر يعني. دايما انا ناوي انه اعمل دايت في رمضان بس باكل اشياء غريبة. امبارح اكلت معدتي كانت حتنفجر وتقول لي بس وقف. ف ان شاء الله حبلش دايت مرة ثانية بدي ارجع انصح. شو كان العكس انصح؟ أضعف أضعف.